اقسم بالله العظيم يا الحبس ما نفيد فيها عملنا، اقسم بالله العظيم واخا يدير لي الملك عفو ملكي والله ما نخرج. اللي تنقول لهم لا يرحم لكم الوالدين خلوني في الحبس، انا مليت هاد الحياه اللي تعيشها الشعب المغربي، انا مليت هاد الحياه اللي الراجل بوليساري كداو ليه رزقه وقتلوه. تحياتي لكم وعاش الشعب المغربي، وديما البث المباشر وغير ما تملوش، ديما البث المباشر وديما الصراحه هي داك الشيء. الصراحه هي الملك محمد السادس هو اللي خالق الفتنه في المغرب. الملك محمد السادس اللي اعتقالاته الحقره والشفره هو اللي داير هذا الشيء. وفينا هو الملك؟ بعدا فينا هو الملك؟ فينا هو؟ قولوا لي فينا هو. وراه سادين عليه حتى كيجيبوه يخطب عليك في التلفزه شعبي العزيز حتى يجي. وداخلنا عليكم بالله يا العياشه، غنعطيكم واحد السؤال، السؤال ديالي العياشه وخصكم تجاوبوني عليه في التعليقات. الخطاب الجاي ديال عيد العرش اش غايقول لنا الملك؟ اصلاح التعليم، اصلاح الصحه، تشغيل الشباب. وفينا اصلاح التعليم واصلاح الصحه وتشغيل الشباب ديال 2000 18 و17 و16 و13 و11 من 99 يصلح التعليم يصلح السلام. دخلنا عليكم بالله، انا كان بغيت نقول بغيت نشوف غير الملك في 2020 في عيد العرش اش غيخطب علينا اش غيقول. هادشي اللي غنقول، وكل كنت بحالو اقسم بالله غيقول لي اجي خطب في عيد العرش. نقول لهم لا، اش نخطب اش نقول لهم؟ نقول لهم عييت ما نكذب على الشعب، شوفوا شي واحد اخر اللي غادي يكذب عليه، وغادي ندير راسي فحال لا مريض، وغادي نصيفط ولدي نقول له سير ولدي لعل وعسى يتيقوا فيك المغاربه. انا راه عييت ما نكذب عليهم، سير انت، سير انت يا ولدي، انا عييت ما نكذب عليهم، حشمت، سير انت كذب عليهم شوي. هذا الشيء اللي خاص يدير. والتحيات لكم، وعاش الشعب المغربي من طنجه للقويره. بودوح محمد مدينه الخميسات قتلوا تعدوا عليا هما ما غاديش تجيو تشوفوني. الا بغيتو تديوني للحبس ديو بالرقيه وعرشان اللي داو لي رزقي وقتلوا با مول الكاسكيطه راجل عليكم. وهذيك الجمعيه اللي دارت به الشكايه بان سب الشعب المغربي خليه يسبنا ماشي شغلكم. الشكايه الا كنتو رجال ديروا الشكايه بالوزراء والبرلمانيين اللي سرقوا الثروات المغرب، ديروا الشكايه بالمالك اللي جوعنا وقتلنا وكيسرق الثروات ديالنا وكيديهم لافريقيا، ديروا الشكايه بالرقيه وعرشان اللي قتلوا با، ديروا الشكايه بهادي اللي نهبوا الثروات المغرب. بغيتو ديروا الشكايه بالكاسكيطه شب الشعب المغربي، ديروها بهادوك الشكايه اللي قالوا لنا القطيع والمدوخين وخوانا قاطيع وكيسبونا في المقاطعه ديال الحليب، علاش ما بنتوش؟ حتى شتموا الكاسكيطه عاد زعما راه سب الشعب ماشي شغل. ما هو الشعب كلشي عارف بان الفساد منين جاي، ورئيس العصابه شكون هو، والناس اللي كيجلس الناس على القراعي، وامير المؤمنين قال لك امير المؤمنين. عمركم شتو شي امير المؤمنين؟ عمركم شتو شي امير المؤمنين كيجلس عباد الله على القراعي؟ سلالة الرسول. والتحيات لكم، وتال العشية إن شاء الله ولا غدا، وفين ما شفت شي واحد شي منكر كيطلع ليا الدم كندير الفيديوهات. بغيتو ما نديروش الفيديوهات، وبغيتو ما نسبوش الملك، ويكون القضاء نزيه وإصلاح التعليم والمحاسبة للشفارة اللي نهبوا الشعب المغربي، والمحاسبة البرقية وعرشان اللي كيديو البقعة لعباد الله. والو حاسب الشفرة مجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟ ومجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟ والمجلس الأعلى للحسابات قال لك خلال في الصحة وخلال في هذه وخلال في الماكلة ديال الناس وخلال في هذا وخلال أخنوش وخلال، فينا هو هذا الشيء؟ فينا هو المحاسبة؟ فينا هو شي وزير في الحبس عباد الله؟ وأبون الكاسكيطة غاهدر غاهدر، وأنتوما وهدرتوا وعيرتونا وسرقتونا جوعتونا قتلتونا عذبتونا فضحتونا شوهتوا السمعة ديال المغاربة في العالم، وما حتى واحد ما يديكم الحبس، وحنا غا كنهضروا كتديونا الحبس، وانتوما ما خليتو ما درتو السوعده دخلتوهم عندنا هنا كيتكرفسوا على العيالات
سميتو وكتحميوهم وحتى واحد ما يديكم الحبس. وحنا غير الا قلنا شي هضره ساهله القضيه كتجيبو تمشيو عند شي جمعيه كاش ديرياش ديرياش ديري باش نديو هذا الحبس، تمشيو عند شي واحد اشنو اشنو الاغتصاب اغتصب ديو هذا الحبس. وكلشي عاق، الشعب المغربي عاق، والتحية لكم، وأقسم بالله ما سخيت بكم، والتحية للناس ديال الريف.